عشان اعمل يا جماعه جناش الكراميل محتاج معايا هنا 300 جرام من الفريش كريم، كريمه الخفق، بعد كده يا جماعه هنزل عليه ب 25 جرام من الجلوكوز، 25 جرام من الجلوكوز، وهسيبه لما يسخن، مش عايزه يغلي، انا عايزه يسخن بس عشان اقلل الصدمة بتاعته لما انزل بيه على الكراميل ما يفورش منك. تمام، هسخنه واحطه على جنب قبل ما اعمل الكراميل. بعد الكريمة ما سخنت هي والجلوكوز يا جماعة هرفعه من على النار واحطه على جنب. تمام، ودلوقتي هبدا اعمل الكراميل. هحط معايا هنا 175 جرام من السكر، 100 على فترات كده زي ما انتم شايفين كده، شايفين يا جماعة بدأ يسيح يتكرمل معايا اهو زي مين. ابدأ اجيب اللي على الاحرف، اللي على الاحرف دي هنا كده، وانزل بشوية سكر تانيين، انزل بيهم كلك مش مشكلة. عايز اوصله لدرجة اللون اللي انا عايزها، تكون غامقة شوية مش غامقة محروق يعني. لا هتشوفوا دلوقتي كده يا جماعه وصلت للون اللي انا عايزه. شايفين اللون بتاعه ده لون الكراميل، هنزل عليه باللبن واخلي بالي، هنزل عليه بالفريش كريم واقلب. ما تخافوش لو كلكع منكو، عادي برضو نفضل نقلب وهو هيدوب معانا على طول. كده انا هطفي النار عليه، بسيط جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده،
طالعة روعة. بصوا خلاص كله داب. هنا يا جماعة معايا 200 جرام من الشوكولاتة بالحليب، شوكولاتة بالحليب تمام، هسيحها واحطها عليه. انا هنا يا جماعة هنقل الكراميل اللي انا عامله هنا في الحلة بتاعتي الصغيرة دي تمام، انا كنت مسخن فيها الفريش كريم، الكريمة كريمة الخفق. كده يا جماعة بعد ما سيحت الشوكولاتة بتاعتي 200 جرام هنزل على الكراميل اللي انا عامله زي ما انتم شايفين كده. بعد كده يا جماعة معايا 65 جرام من الزبدة درجة حرارة الغرفة، زبدة مملحة، لو ما فيهاش ملح عندك ممكن تحط لها رشة ملح درجة حرارة الغرفة. وبكده يا جماعة يكونوا عندكم عملتوا أحلى جناش كراميل اللي هتدوه في حياتكم. شايفين قد ايه هو سهل. هفضيه في بولة واسيبه لتاني يوم او احطه في التلاجة 6 ساعات 4 ساعات زي ما تحب، بس يستحسن ان انت تخليه لتاني يوم. بعد كده يا جماعة هفضيه في بولة شايفين تحفة. شايفين يا جماعة الجمال. ولا اروع من كده. جربوا المقادير دي وادعوا لي. بعد كده يا جماعة هجيب الاسترتش بتاعي وهغطيه. هحاول ان انا اقرب الاسترتش من الجناش عشان ما يعملش قشرة. انا هخليه ملمس للجناش كده علشان ما يعملش قشرة تمام. يستحسن يا جماعة نخليه لتاني يوم، او لو عايزين تشتغلوا فيه بسرعة 6 ساعات في التلاجة. والى اللقاء. شايفين يا جماعة تحفة.